حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك والبداية دائما بالعناوين قبل بدء العام الدراسي الجديد الذكاء الاصطناعي يدخل المناهج الدراسية وحماية المدونين نحو إطار قانوني لتعزيز الأمان الرقمي بزمن صار بالتكنولوجيا ركن أساسي من أساسيات حياتنا اليومية بعد ماكو سؤال هل أنه الذكاء الاصطناعي راح يدخل حياتنا اليومية وصار السؤال شلون راح يغير هذه الحياة؟ يسعى العالم بشكل متسارع لإدخال الذكاء الاصطناعي بمختلف مجالات الحياة وبالتأكيد التعليم واحد من أهم هذه المجالات ويقف التعليم حالياً على عتبة تغيير وتحول جذري باستخدام الذكاء الاصطناعي والسؤال هنا هل أنه مدارسنا بالعراق قادرة أن تواكب هذا التغيير والتحول؟ وهنا إيش راح يكون دور المعلم والمدرس باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ والسؤال الأهم، هل أنه مدارسنا مهيئة لمواكبة واستخدام هذا التغيير؟ رحلة في مستقبل التعليم الذكي، نتابعها ويبيان الجادري وبعدها نعود تعرفون؟ أنه تخصص الذكاء الاصطناعي موجود بجامعات العراق من عام 2002 يعد العراق من الدول السباقه بالمنطقه بادخال دراسات الذكاء الاصطناعي للدراسات الاكاديميه بالجامعات العراقيه طبعا بدا هذا الشيء من سنه 2002 بالوقت اللي تاسس به فرع الذكاء الاصطناعي بالجامعه التكنولوجيه والفتره الحاليه وبتوجيه من رئيس الوزراء دعمت اللجنه العليا للذكاء الاصطناعي ادخال مفرداته بالمناهج التربويه وانشاء اول منصه تعليميه تعمل بالذكاء الاصطناعي، والاستفاده ايضا من المواهب الشابه والطاقات الواعده بكل مناطق العراق، ويمثل دمج الذكاء الاصطناعي بالتعليم العراقي خطوه استراتيجيه نحو مستقبل تعليمي مشرق، حيث يمكن لهذه التقنيه ان تفتح افاق جديده للتعلم وتقديم فرص غير محدوده للاجيال القادمه. تتوقعون بالفترات الجايه راح نشوف العراق ينافس الدول الكبرى بالذكاء الاصطناعي؟ وعن هذا الموضوع وتفصيلاته نرحب بضيفنا بالاستوديو الدكتور محمد عصمه البياتي المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حياك الله دكتور. حياك الله، شكرا لك وشكرا إلى مشاهدي قناة الأيام. أهلا وسهلا بك، لما نقول دكتور توجه حكومي لاستخدام الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتوظيفه حتى بالمدارس بالنسبة للطلبة، شلون ممكن يتم هذا الموضوع؟ يعني هل إنه الموضوع من السهولة استخدام الذكاء الاصطناعي والانتقال إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم لابد ان اول شيء احنا نوضح للمشاهد الكريم انه هو ما هو الذكاء الصناعي نعم وبعدين نروح الى اليات استخدامه بدايه الذكاء الصناعي هي كيف نخلي الاله تحاكي العقل البشري وهذه طبعا احنا نسميها دائما بالعالم اكو ثورات صناعيه اربعه مم. بدت من الثوره البخاريه وبعدين عندنا احنا الثوره الصناعيه وبعدين عندنا ثوره الكهرباء وبعدين عندنا ثوره الحاسوب هذه ثورة الحاسوب تطورت احنا م. راح نعيش حاليا الثورة الصناعية الرابعة م. عالميا نسويها اعتقد بعد ماكو ثورات اخرى تنجز م. الثورة الصناعية الرابعة اللي هو ثورة م. الحاسوب انبثقت منها علوم وتكنولوجيا راح تكون البقية مكملة في الذكاء الصناعي هو حاليا م. هو اخر نتاجات الثورة الصناعية الرابعة طبعا م. العالم تقدم به كثيرا صحيح. وصارت تبحث في اليات وضع قوانين لها اليات تنظيمها اليات تنظيم استخداماتها مم. احنا نتمنى يعني بلدنا العراق ايضا يدخل في هذا المضمار لان هو الموضوع بعد مفجر صار يعني توجه عالمي يعني شلون احنا عندنا موضوعه السمارت ديفايسز الاجهزه مم. الذكيه دخلت الى العالم والكل صارت تستخدمه فاحنا عندنا قضيه الذكاء الاصطناعي هذا ايضا صار بعد ضروره الموضوع ما راح يتوقف فقط على التليفون او الشاشه لا ابدا هي بعد راح تدخل في كل الاستخدامات يعني. اليوميه نقدر نقول <applause> عليها يعني اللي راح يستخدمون الناس المتخصصين طيب. والغير المتخصصين آه. راح يكون امر واقع انت لازم تتفاعلوا يا تتعود عليه باعتبار هذا راح يصير اسلوب حياه احنا ممكن نوضح خلال اللقاء بعض <applause> الامور لكن العالم الان متجه الى بناء وكاله لاداره الذكاء الصناعي شلون كانت الطاقه الذريه هل قد ما كانت مهمه وخطره العالم الان متجه يعني اوروبا امريكا الان متجهين الى وضع قوانين واطر الى بناء وكاله زي. دوليه للذكاء الصناعي ما دام بدينا من, من العالم خلي اقول احنا وين عن العالم بمستوى الذكاء الاصطناعي ونرجع الى سؤالنا طبعا اكو في بالموضوع زي. احنا البدايه لكن صار قاب عالمي لكن لازم نرجع هاي شلون إيه إحنا هاي اذا احنا نتذكر العالم العراقي والاسلامي والعربي الخوارزمي مه. زين لان هي اصل الذكاء الاصطناعي مبني على الخوارزميات مه. فاصل العلم كانت من بلاد الرافدين الانطلاق من بلاد الانطلاق <applause> الان لنا عوده يعني الحكومه الحاليه من الحكومات التي اهتمت في موضوع الذكاء الاصطناعي، مه. الان يوجد لدينا مستشار رئيس وزراء للذكاء مه. الاصطناعي والشؤون الاكاديميه. هذه اول مره تحدث في اول مره اول مره تحدث عمل في عمر وتلال. الحكومات اه بعمر الحكومات, العراقي. الحكومات العراقية بعمر الحكومات العراقية جميعها. آه وانا يعني بحكم ارتباطي بهذا العمل وفيه. هذا التخصص مه. لدي يعني عمل مع السيد المستشار في هذا الخصوص الان يوجد توجه الى أن نجعل هنالك ثلاث انديه في بغداد تستقطب الخريجين وتستقطب اصحاب الكفاءات اللي متخصصين في هذا المجال ونجعلهم هم خريجين كل التخصصات لو اكو تخصص محدد خريجين تخصصات طبعا متعلقه في موضوع الذكاء الصناعي هم أه. راح يكونون النواه الى ان يكونون القاده للذكاء الصناعي في العراق طيب يعني اكو الفيجن نسميها ال2050 أه. يعني أه. 2050 زيني. خطة لدى الحكومة لهذا الموضوع مم. في الانتقالة بالوضع العراقي يعني احنا الان ننظر الى الامور السلبيه ايضا مم. لا الان اكو توجه وان جيد. شاء الله يعني نتمنى ان هذا التوجه يبقى يستمر مم. بس هذه يحتاج لها جهود طبعا أكيد. جهود مجتمعيه ومؤسساتية أكيد, طريقه التفاعل مع هذا الموضوع والتعاطي طب. والدخول بهذه المنظومه العاليه العالميه العفو ارجع الى سؤالي انه شلون راح يكون هذا الاستخدام مؤسساتنا خلينا نقول هسه احنا نطرح الموضوع انه في المدارس شلون راح يتم استخدام هذا الموضوع والانتقال إلى؟ إحنا بالمدارس أكو شقين، أكو مرة تعليم المدارس الذكاء الصناعي هذا راح يخص المناهج الدراسية، طيب. يعني راح يستهدف خلينا نقول المراحل المتوسطة والإعدادية وتهيئتهم بالمراحل الجامعية، هذا جانب، وجانب آخر يخص في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. زي. يعني كيف انا كوزاره تربيه كيف انا كوزاره تعليم عالي او كيف كوزاره صحه ادخل تكنولوجيا الذكاء الصناعي بان اقدم خدمات للمواطنين عن طريق من خلال استخدامات الذكاء, الذكاء الصناعي هسه على سبيل المثال جنابكم تقدمون برنامج الان أزل. صار من السهل ان تروح الى تشات جي بي تي مم. وتقول له انا عندي اليوم حوار على الذكاء الاصطناعي أعطيني اعداد انطيني المحاور يعني. اعداد كامل مم. هو راح يكتب لك خليني ارجع لنقطه المناهج الدراسيه باعتبارها جدا مهمه واحنا عندنا درس مثل ما نعرف حتى بالمدارس الابتدائيه درس الحاسوب يتم التعامل وياه كماده ثانويه اكو في التوجه لتغيير هذا الموضوع والادخال الذكاء الاصطناعي والحاسوب وهذه الانظمه الالكترونيه بشكل جدي اكثر حسب المعلومات المتوفره عندي الان لدى وزاره التربيه فريق متخصص للتحول الرقمي يعمل على وضع استراتيجيه كامله لهذا الموضوع مه. فيما يخص اتمته الوزاره زائدا اتمته المدارس اللي تابعه لوزاره التربيه مه. هذا من جانب من جانب صح. اخر وضع المناهج التي لها علاقه في التكنولوجيا في الحاسوب مه. مه. طبعا ماده الحاسوب كانت في الزمان اللي احنا انا وحضرتك برضه. درسنا كانت ماده ممكن شلون اقول لك مو اساسيه مو اساسيه ماده ثانويه مو اساسيه ثانوية. ما يهملون بها يعلموك فقط مه. الاجزاء الحاسوب وتفاصيلاتها لا وحتى مدارسنا ما تهتم بها اهتمام الان يوجد توجه لدى الوزاره لوضع مناهج حقيقيه بحيث يكون اكو اعداد يصير للطلبه يعني لهذا العلم اكو اكثر من منهج يكون يتخصص بالذكاء الاصطناعي طبعا طبعا يعني <applause> موضوعه الحاسوب اذا احنا نريد نجي عليها ما راح يكون فقط يتعلق بالاجزاء الماديه للحاسوب، احنا الذكاء الاصطناعي هو كل ما يتعلق بالاجزاء اللاماديه، طيب. يعني كيف انت تبرمج؟ كيف مم. انت تخلي الجهاز جيزة. يفكر مثل البشر؟ هذه يكون لازم عندك اطلاع على الخوارزميات مزيح. وبناءها وبناء مم. الداتا وتحليلها، يعني الموضوع كبير جدا آه يعني هواي يسالوني باللقاءات ايش قد راح تاخذ وقت؟ مه. انا اعطيكم اذا مننا انا يعني 10 سنوات نهيئ هذا الجيل جيب. احنا بالسيف سايد هذا شنو راح يساعد الطالب؟ شنو راح يساعد المتعلم خصوصا بالصفوف الاوليه المرحله الابتدائيه لما يتدرب ويبدا ياخذ هذه المعلومات؟ يعني اعطيك مثال الصين او سنغافوره مه. يعني انت عندك هسه مثلا 30 40 طالب بالصف، انت تريد تعرف مدى استوعابهم للماده مه. بالامر الطبيعي لازم المعلم او المعلمه او المدرس او المدرسه يكون يشخص كل طالب وشنو وضعه مدى استيعابه الان في الصين وفي سنغافوره يوجد اجهزه من وضعيه صوره الطالب زين يعني هو يعرف خارجي هذا الطالب هل متفاعل او ما متفاعل؟ هل هل هو خامل او مو خامل؟ باستخدام الذكاء الصناعي هذه راح ينطي انطباع وين؟ ينطي لادارات المدرسه كيف ممكن تغير مناهجها وكيف ممكن تغير تعاملها في اداره التعليم. <applause> يعني الذكاء الصناعي راح ياخذ من ايدك الى التعليم الكلاسيك اللي احنا بنستخدمه <applause> الى التعليم الالكتروني. هو, هو هنا, هنا اهم سؤال مهم. <applause> هنا دور المعلم ودور المدرس ايش راح يكون؟ راح يكون فقط مجرد تواجد له اكو ادوار له باستخدام الذكاء الاصطناعي، البعض ينظر للموضوع انه راح يقلل من فرص العمل بالنسبه للمعلمين والمدرسين والكوادر التربويه. طبعا هو كل ما ثوره صناعيه صارت ممكن مولغت جابت بدائل وفرت الاف الفرص الاخرى. آه انا كتبت مره بوست يعني زي. كتبت الذكاء الصناعي ما يحل محل الاشخاص لكن يحل محل الناس اللي ما راح يواكبون هذا التطور. فهنا يعني لازم المعلم والمدرس آه ضروري آه ان يواكب. دائما اقول احنا ما يصير الى وصلنا 2024 ولا زلنا بعقليه اللي قبل 30 سنه 40 صح. سنه، لازم مدرسنا معلمنا حتى طريقه تعامله مع الطلبه، طريقه شرحه للمواد، طريقه ادارته للصف تكون مواكبه، هسه الان اكو يعني الجوجل كلاس هذا تخلي بيه المناهج هو يحلل ف... لك ف... هو يطلع لك النتائج. فهنا توجه الحكومة الحالي لادخال الذكاء الاصطناعي بالمدارس، البدايه من البدايه من الطالب ام من البدايه من المدرس والمعلم؟ راح يكون بشكل متوازي. متوازن اني مره ابني لي ستاف يسموها البيلدينج كاباسيتي للهيومن ريسورس للموارد البشريه اللي عندي مم. لان اني لازم اعد اساتذه معلمين مدرسين هم اصلا افتهموا الذكاء الصناعي جيد. وافتهموا التكنولوجيا على مود ينقلوها الى الطلبه. بنفس الوقت اني لازم اعلم ابجديات التكنولوجيا والحاسوب والذكاء الصناعي للطالب للطالب مم. من حيث اذا تلاحظون في الفتره الاخيره كان عندنا احنا مسابقات في عمان في دبي اطفالنا العراقيين جابوا طيب. المراكز الاولى ممتاز. يعني احنا لله الحمد يعني وهذا مشهوده الاي كيو لدى المجتمع العراقي هو بالدرجات العليا مستوى على المستوى العالمي مم. وعلى مم. مستوى المنطقه طيب فالعراق اذا شاف له فسحه استقرار مم. امني سياسي اداري انا اعطيك منا أن الخمس سنوات راح حيث. نشارك في مسابقات عالميه وراح مم. نجيب مراكز فل... رأ... لأن شفنا ان شاء الله ال... شفنا البوادر يعني زي. يعني جبنا في عمان الاول وجبنا مم. في دبي كانت في مسابقه عالميه ايضا المراحل الاوليه فشي يحتاج هنا طالبنا على مود ينضم ويتفاعل اكثر مع هذه المنظومه طالبنا يحتاج شغلتين يمكن هو يعني خلينا نقول مو طالب يحتاج مم. الاسر زي. او اولياء الامور زين بالدرجه الاساس ان يعني يوجهون استخدام هذه التكنولوجيا لابنائهم ويشجعوهم يعني أنا ما اصير اني يعني هسه افكر ابني يكون مثلا خريج مجموعه طبيه او خريج ان يكون طبيب زين. يعني يكون العالم تغير مهم. يعني الابجديات اللي احنا كنا نفكر بها او القيم في الثمانينات او السبعينات هسه تغيرت العالم حتى التخصصات الدراسيه يعني هسه انا يعني دائما انصح كل ما يتقدم الوقت تكون تخصصات جديده وتحذف التخصصات القديمه اعطيك مثال مثلا مم. الهندسه المعماريه مم. طبعا يحتاج لها فن يحتاج لها ادراك شخصي لكن هسه اكو برامج الاوتوكاد المتطوره لك. انت تنطيه الديزاين اللي تريده تنطيه مساحه الارض اللي تحاول تبني عليها تصمم لك يصمم لك مو بس تصميم واحد يعطيك خمسة، ستة، عشرة او مم. 30 اوبشن زين ف اللي انصح يعني من خلال قناه الايام وهي من القنوات اللي دائما انا اتابعها وهي متابعه للتطور الحادث يعني حتى في برنامجنا باكثر من مره استضفنا مختصين عن الذكاء الاصطناعي بمراكز خاصه طبعا هو يمكن انا يعني شويه ورا شويه جايك يحتاج ايضا ايدكم وجهودكم الاعلاميه في ايصال هذه التكنولوجيا ان اطفالنا ان حتى إيه الخريجين مسؤوليه مشتركه مسؤوليه مشتركه، مره عندنا وزاره التربيه لازم توفر البيئه زين والاساتذه ومناهج والاسر لازم ايضا توفر طيب. الدعم لطلابهم هم سؤال ثاني يعني هسه اللي يشوفنا ممكن يتساءل يقول هي مدارسنا بها نقص كذا وكذا 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 فشو راح تهيئها الحكومه والجهات المعنيه وزاره التربيه حتى تدخل بالذكاء الاصطناعي وتطور الطالب وغيرها من الامور. وهذا يتطلب من وزاره التربيه م -م. ان يكون يخلي تخصيصات ماليه في ميزانياتها لموضوع التكنولوجيا. أن التكنولوجيا ما يكون شيء خلينا نقول ثانوي ثانوي، م -م. لازم يكون مو بس اساسي، لازم م -م. اني كلي افكر ان شلون اخلي الطالب فعلا مثلا اللي اللي ما عنده رحله بس بالمناسبه الذكاء الاصطناعي يحتاج ان يكون هناك انترنت وايباد او لابتوب هذه الف باء مثل ما نقول هذه مثل القلم والورقه هذه ممكن يعني احنا ترى نتكلم واحنا عراقيين يعني البلد م. بلد الخيرات يعني لو ناخذ واحد 1% من ميزانيه الدوله لهذا الموضوع انا يعني اضمن لك نقدر نوفر كل الاجهزه والبنى التحتيه بمعنى بمعنى للوزاره بمعنى التربيه بما قريب على الجهات الحكوميه بحكم العمل وطبيعه العمل ما يخصص حاليا من الميزانيه كافي حتى نواكب العالم يعني خلينا نقول بالاقليم الدول الاقليميه نفس التخصصات الماليه لهذا الموضوع ولهذا المجال؟ بالوقت الحالي قطعا لا، يعني احنا عندنا مثلا اذا تلاحظ دبي او تلاحظ السعوديه يعني تضع ميزانيات لاستخدامات الذكاء الصناعي توصل الى 40 مليار دولار. يعني <applause> أرقام مهولة، لكن بالعراق ممكن إذا نخصص فد 10 مليار دولار كبنى تحتية، لأن إحنا عندنا لا ننسى أكو القضية قضية ممكن إذا تحب في في لقاءات أخرى نعرج عليها اللي هي التحول الرقمي. إحنا المفروض نأسس بنى تحتية حقيقية قوية. نكون مهيئين. ونهيئ بحيث اني يعني عندي كونكتيفيتي ويا المؤسسات، عندي تواصل مع الاخر يعني كوزاره التربيه عندي مثلا ارتباط مع المديريات كلها الكتروني، هذه كلها لازم اني اسويها بعدين أجعل اللاير مال الذكاء الصناعي، وكحكومه ايضا لازم اني يصير عندي سوليد انفستراكشر قويه وراها ابدي اضيف خدمات التكنولوجيا والذكاء الصناعي على هذا الموضوع فيحتاج طيب. يعني انا من خلال آه القناه ايضا أيوة ادعو كل الوزارات مم. انا بالفريق الاستشاري للتحول الرقمي مم. يعني قاعد نشوف الاتمته في كل الوزارات طيب. آه يحتاج يخصصون دعم حقيقي لمواضيع الاتمته هو أنا هذا اللي بدي اسال عنه يعني وزاراتنا حاليا منضمه دارك اهميه الموضوع دا تخصص له فد مساحات تخصص في الدورات ورش للموجودين الموظفين حتى يقدر يتعامل بها على الاقل يتفاوت احنا عندنا مؤسسات حكوميه م. جدا رائعه وعندنا متوسطه وعندنا ما دون المتوسط وعندنا الفقيره م. م. يعني إذا تسألني على مود ما نظلم يعني ما نبخس حق اللي دي يشتغلون عندنا كوادر في مؤسسات دي يشتغلون شغل رائع مم. بناء مركز بيانات هسه الأمان العام لمجلس الوزراء هسه الآن شارعة في بناء مركز البيانات وبوابة أور, أور مدام هي اللي تضم كل مدام الخدمات نقول الإلكترونية نقول هي وجد الذكاء الاصطناعي حتى يسهل الخدمات لما نقول فقط الأمان العام لمجلس الوزراء أو عدد من الوزارات اليوم المواطن يحتاج الوزارات او الدوائر اللي يحتك بها مباشره بل يحتاج دوائر المرور، يحتاج البلديه، الخدمية. الكهرباء، هذه الدوائر الخدميه اذا نجمعها بهذه التسميه، هذه شو كنت تدخل اكثر بهذا المجال؟ داخله، وزاره الداخليه انا مه. اعتبرها من الوزارات التي تستخدم التكنولوجيا بشكل مه. رائع جدا، مه. وعمليه الاتمته فيها تكاد تكون من افضل الوزارات طيب يعني وزاره الداخليه مم. يعني هسه قضيه الجواز وقضيه مم. الغرامه وقضيه باقي الغر. الوزارات والجهات باقي الوزارات مثل ما صنفتها الجنابك زي. اكو من دون المتوسط وكل فقيره مم. يعني اكو بعدهم اللي دي يشتغلون على برامج الاكسل والوورد والبرامج الورقيه الكلاسيكيه الكلاسيكيه مم. فاحنا ندعو يعني كل الوزارات لان هو التحول الرقمي مثل ما ذكر جنابك هو لايف سايكل كامل مم. اذا انا عندي جزئيه مم. مفقوده ما راح يصير عندي تحول رقمي كامل هو الرقم الدائره مم. فنحتاج بالتالي جهود الكل انه تتظافر حتى يتحقق الذكاء الاصطناعي وحتى نرتقي وحتى نواكب، اني اشكرك الدكتور محمد عصمه الجنابي المتخصص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا, شكرا جزيلا, جزيلا لك ممنون جزيل الشكر اذا مثل ما وضح دكتور محمد بالتالي هي هي المسؤوليه تنطلق من الاسره ومن العائله وبعدين المدرسه وغيرها من من مجالات الحياه بالنسبه خصوصا للاطفال في بدايات الحياه وفي السنوات الاولى. من المهم التركيز على هذا الموضوع باعتبار انه الذكاء الاصطناعي حاليا منظومه عمل على مستوى العالم، ما نحكي فقط في العراق او المناطق الاقليميه، عالميا هذا هو المجال الاهم حاليا وانظار العالم تتجه نحو هذا المجال، فبالتالي نتمنى ان تكون تتضافر الجهود بهذا المجال ويتحقق افضل فائده بالنسبه لكل المستخدمين وبالنسبه للاطفال في المدارس وان تكون رؤيه حقيقيه وواضحه وتطبيق فعلي في جميع المدارس وفي جميع المحافظات. واصل اتصاعدت الحاجه بالفتره الاخيره الى ضمان بيئه امنه بالنسبه للمدونين والمؤثرين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي خاصه بما يقدمون من محتوى ومؤثر وثقافه عامه بالنسبه للمتلقي وعلى الرغم من اهميه ما يقدموه اليوم البعض من عدهم يتعرض الى تهديدات ومضايقات بسبب نوعية المحتوى اللي يقدمه لذلك ظهرت بالفترة الأخيرة مساعي حكومية لحماية المدونين والمؤثرين وتوفير بيئة آمنة لهم حتى يتمكنون من الاستمرار في صناعة هذا المحتوى المهم بالنسبة لأغلب المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع وتفصيلات الرحب بضيفنا بالاستوديو الاستاذ ماهر ابراهيم المدون والمؤثر حياك الله استاذ ماهر اهلا وسهلا بك بالبدايه خلينا نعرف شنو المدون المؤثر هذه التسميات اليوم اكو تضارب بيها يعني آه اكو استسهال همينا بنفس الوقت للموضوع طبع طبع. اليوم اي واحد اليوم صار يصور لمقطع فيديو يعتبر نفسه صانع محتوى ومؤثر بالضبط آه في البدايه اشكركم واشكر قناتكم حياك الله وتحياتنا لكم وكل المشاهدين اهلا أهل وسهلا آه بالبدايه خلي سؤالك جيد مم. من هو المدون وشنو انواع المدونين وال يعني شنو الممكن تقدم الدوله للمدون وشنو الممكن انه مم. المدون المعايير اللي يطبقها حتى يكون مدون جيد لنا السؤال والحوار بالضبط المدون مم. يعني حسب انا ما عرفته هو شخص كاتب يسخر قسم كبير من وقته مم. لاجل الكتابه فقط مم. هذا المدون بصوره عامه طيب هذا تعريف العام العام مم. لكن بما انه احنا اليوم دخلنا في عصر السوشيال ميديا حاجه المدون صارت اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي. قمنا نشوف مدونين يظهرون ويصعدون بشكل او بشكل او باخر وصارت عندهم جماهيريه من, عشرة من مية ربما الى اكثر من مليون. بالمحصله تاثيرهم زاد على المجتمع، صاروا اشبه بقيادات للمجتمع، فالتاثير المدونين اليوم لهم تاثير كبير كلش على الساحه الاجتماعيه سواء في العراق او باقي الإقليم. آه يعني هي ما. ظاهرة عامة مو مقتصرة فقط بالعراق. لا لا في مه. كل المن... يعني في كل دولة تقريبا هنالك مجموعة من المدونين تتعامل وياهم الحكومات على أساس إنه هم قيادات للمجتمع. مه. لكن شنو هو آه، أنواع المدونين؟ أكو مدون يعني هي هواي مجال عن المدون نعم. الحقيقي والمؤثر الحقيقي. اليوم. نعم يعني إحنا قلت لك إذا عرفنا أنواع المدونين راح نعرف تأثيرهم أكو مدون مه. في الأمور الاقتصادية. هو مدون في الامور العاطفيه. جيب. ربما شخص يكتب خواطر، مه. ربما شخص يتكلم في السياسه، يتكلم في الامور العسكريه. هو مؤثر يعتبر، يعتبر مؤثر في مجاله. في مجاله مؤثر في مجاله وتخصصه في مجالة بالضبط مه. لذلك هنالك مسؤوليه كبيره تكون مه. على عاتقه. والدوله لازم تدعمه، هسه المسؤوليه شنو هاي؟ شنو المفروض؟ احنا مو اي مدون، الدوله لازم تدعمه. لازم تطبق عده معايير. طيب. برايي المعيار الاول مه. انه يكون هذا المدون يلتزم بالمعايير الاجتماعيه للسلوكيات الاجتماعيه. هنا مسؤوليه المدون، قبل مسؤوليه أي الدوله. أي أي اول شيء لازم هو يعني يقيم عده من يعني عدد من الامور ضوابط ضوابط لنشره ولمواضيعه ولاختياراته. اول شيء لازم يلتزم بالسلوك العام. زين للمجتمع اللي هو عايش فيه. ثانيا انه مم. يعتمد على مصادر رصينه مم. للقيام بالابحاث اللي يجريها. مم. ثالثا ان يتجنب مم. موضوع او ما يروج للاشاعات. ان يحترم القانون. مم. خامسا ان ينتقد نقد بناء ويعطي صوره ايجابيه. جي. واخيرا مم. ان لا يعطي تدوينات تؤثر على السلم الاجتماعي مم. او يعني يحفز الطائفيه بين الافراد المجتمع الواحد. طيب ذن المعايير السته مم. اذا طبقها المدون مم. انا اعتقد بان مم. الدوله ملزمه ان توفر الى الحمايه هذا ما يتعلق بالمدون بالمدون الدوله والحكومه شنو مسؤوليتها تجاه هذا المدون الملتزم اللي طبعا اللي ما. توفرت به هذه الشروط السته يعني برايي برايي انه الدوله لازم تهتم به من ناحيه توفير حمايه وقنوات اتصال مباشره به هاي مم. لازم لانه انت قلت لك صح هو مواطن اعتيادي طيب. لكن بما انه هو مؤثر صار يعتبر. مؤثر وقائد للمجتمع صار زي. الان لازم تهتم الدوله به تفتح مم. قنوات اتصال مباشر به سواء تعرض لابتزاز سواء مم. تعرض لتهديد تكون هنالك قنوات خاصه تتواصل يعني مم. ثانيا مم. ان يتم دعوتهم يعني هو مو شرط الدعم اليوم يكون دعم مادي اي إيه؟ يعني الدعم يعني فقط, فقط بهذه الجزئيه بالضبط وهذا مو دعم, دعم, دعم هذا ما اعتبره دعم انا لأن ممكن التمويل المادي يجي من جهات ثانيه بالتالي بالضبط ويشتري تاثيرك لهدف معين لهدف ممكن. سياسي ربما معين ممكن دعوتهم الى مهرجانات اللي ممكن. تقيمها الدوله حسب كل من اختصاصه يعني اليوم تعرف انت المدونين سين من الناس زين. نشر شيء يدعو الى مثلا الشذوذ انه الشذوذ هذا خار يعني خارج نواميس المجتمع مالتك لذلك لازم الدوله هذا ما توفر له حمايه ممكن. ليش؟ ما توفرت بهذه المعايير فقط ما توفر الحمايه ما اليوم اليوم مطلوب للدولة. من الدوله بالعكس تحاسب. انتم تحاسبنا اصحاب المحتوى هسه شو نسميه الهابط التافه بالضبط نفس, آه نفس اللي طبقته محتوى قسمت الى هابط ومحتوى جيد تطبق على المدونين زين ف نعم طبق طيب على المدونين طيب يعني انا اشوف انه اول شيء يتم دعوتهم للاهتمام بهم فتح نقاط او قنوات تواصل وياهم بالاضافه الى يعني اخذ برايهم دعوتهم يعني الحكومه لازم تدعو المدونين لاطلاعهم على الخطط اللي تقوم بها الحكومه بالتالي احنا هذا المدون راح يعكس هذه الخطط الى الجمهور مدون, مدون يعني إذا ممتاز مدونين، اذا عشر مدونين مؤثرين, مؤثرين قدرنا انه راح نخب من المدونين بالتالي وبالتالي يقدرون ياثرون ويغيرون من المجتمع مثل ما قلنا عندهم هم الاف وملايين المتابعين ممكن بالضبط بالضبط لما نقول اكو مساعي حكوميه لتنظيم هذا الموضوع كمدون ومؤثر لمست هذا الشيء اكو صار في التواصل وياك يعني اكو في الدعوات اكو في الاهتمام حكومي؟ حكومي؟, حكومي لغايه الان لا لغايه الان لا اي نعم مم يعني غالبيه الدعوات اللي صارت هي من مم قبل منظمات مدنية ما مم. مرتبطة بالحكومة ما مرتبطة أخذوا أرقامنا حتى أكون صريح وياك يعني فريق التواصل الحكومي أتصور قبل مدة طيب. أخذ رقمي راح نتواصل وياك إذا تحتاج شيء إذا كذا إذا كذا لكن كشيء ملموس فعلي ما صارت يعني للأمانة طيب. هسه صعب نقول عدد بس خلي أقول كنسبة مئوية بما أنه أنت موجود بهذا الفضاء الإلكتروني نعم. إيش اليوم نسبة الملتزمين من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر عن نوع التأثير إيجابي وسلبي إيش قد أكو ملتزم بهذا الضابط؟ الضوابط اللي ذكرت لك اياها قلة قليلة قلة قليلة قلة لان اغلبية يعني انت تشوف اليوم مدون على غفلة صعد صعود مم. مدوي يعني تباوع عليه انه القناة ما تندعمها وصعد صعود لكن المدون الملتزم مم. المدون اللي فعلا يريد ينشر الايجابية ينشر الصوره الجيده ينتقد انتقاد بناء تشوف هذا ما حد يهتم به اللي يهتمون به نعم زين اكو منصات اليوم تدعم المحتوى اللي وصفناه بالهابط والتافه مثل ما هو معروف طبعا يعني هاي ذكرت في اكثر من مره انه المحتوى الهابط خلينا من يعني نطلع شوي عن التدوين محتوى الهابط بصوره عامه هناك جهات تدعمهم يعني <applause> انت لما نشوف هذا البثوث التيك توك والورود اللي هاي اللي تعرف أيوة انت هاي كل وحده هذا لا تتصور انه الشخص يعني انا شو اسوي بواحد يرقص اعطيه ورقه <مم>. شو اسوي بهذا اما عندي معارب اخرى انه ده اقول له استمر باللي انت به هذا هو الحقيقه اللي جاي يصير <مم>. لذلك احنا يعني الدعم ما مادي ممكن أه. ممكن البعض يبسط الموضوع اي ايوة اه. والله شفت فيديو دعمته وما اعرف شنو يعني ياخذوها بهال بهالموضوع بهالاطار هذا بس هذا ايش قد له تاثير لما ادعم واحد صاحب محتوى مثل ما قلت يطلع يرقص بالتيك توك نعم. وانا جاي ادعمه هذا ايش قد راح يكون له تاثير تاثير يعني تاثير صح التيك توكر على ال... على المجتمع على, على الشباب خصوصا يعني جمهور التيك توكر الناس تضحك عليهم جوال 15 الناس تضحك عليهم زين يعني ما تقول لي واحد انا اشوفه يرقص واروح اسوي مثله آه. مستحيل زين. لكن انت من خلينا نقول عشر تسجيلات مم. الناس دعمته وشافته وضحكته وياه وقدر من خلال انه يوصل رساله مبطنه مو هاي متابعيها احنا ومدونها و من من ليش ماكو اطفال اليوم يتاثرون بذوله؟ اكيد اكيد ماكو مصطلحات نشوفها بالشارع قايلها والله فلان على التيك توك؟ هاي اني يعني دعاني انا يعني عانيت من عندها والله هي مساله السعلوسه على سبيل المثال قبل سنوات هاي كارثه أيه. أيه. الأطفال كلهم جا... لذلك انا اقول اقول اني اتمنى يكون عندي مرات والله زين أقول اتمنى تكون عندي قناه خاصه بالاطفال مم. مم. يعني هاي المسؤوليه زين. امام صناع المحتوى مم. اللي عنده أربعة ست ملايين وأربعة ملايين الأطفال يباعوهم مم. أتمنى أني بمكانهم والله يعني فعلاً فعلاً راح أقود جيل كامل فئة مهمة الأطفال فئة مهمة. مهمة وجيل قادم ومهم وأعدادهم هو الشخص ما هذا وإحنا. الشخص اللي يطلع ويتابعه أطفال ويقدم القصص ويقدم مم. هذا مسؤولية عظيمة هذا مم. هذا الدولة لازم تدعمه زين أنا آني اليوم أنا اليوم كمتلقي خلي أقول أنا كمستخدم شلون أميز بين هذا المؤثر أو المدون مؤثر حقيقي تتوفر به الشروط اللي ذكرتها ام انه مؤثر لا مؤثر ما اقدر أصنفه بفئه المؤثر هسه بغض النظر عن عدد المتابعين باعتبار اكو شراء لعدد المتابعين أيه وغيرها وانت اعرب فيها أيه نعم. فبالتالي شلون اميز اولا من خلال المتابعه مالته ثانيا في وقت الازمات يبينون بوقت الازمه في وقت الازمات زين. يبين يعني هو المعيار تقريبا برايي يعني يوم امس صارت الاحتجاجات والمشكله يعني الناس يعني احنا بقدر ما تعاطفنا ويا الناس اللي كانوا ضحايا للاسف في وقت اخر لازم تنشر الصوره الاخرى انه تقول كانوا هناك ناس يرشقون القوات الموجوده وناس يسبون ويغلطون وموجوده الفيديوهات انا لازم انشر الصورتين اقول انتم غلطتوا لما تجاوزتوا على دوله البنات يعني دوله منهم من بنات خواتنا, خواتنا اكيد وبنفس الوقت اقول له انت اللي شمرت الـ الـ الاحجار وظليت تغلط انت هم اللي انضربت دوله أخرى لذلك للاسف هذا صار لو تلاحظ يوم امس هي صارت تقريبا المقياس هو تشوف انه اكو ناس متوجهه سياسيا جاي يعني احسهم ضامين ضميمه على شلون ما نسميها احنا واكو ناس لا بحياد حتى المقاطع اللي تروجت ما تروجت النوع الثاني بغض النظر عن الطرفين اي بالضبط احنا الطرفين وياهم. احنا, احنا الطرفين هم احنا احنا من وياهم بالضبط بس لما تروج مقاطع فيديو فقط لاعتداءات الجيش والقوات الامنيه على المتظاهرين اي بالضبط هاي الصوره ناقصه هنا هنا ال... راح يبين راح بالضبط هنا راح يبين ففي وقت الازمات انت ذكرت لي شلون اعرف هذا في وقت الازمات تظهر المعادن برايي يعني هذه المعيار الحقيقي. اي بالضبط يعني مم. شوف في ازمه فلسطين على سبيل المثال، زي. في ازمه فلسطين ياما مدونين كانوا ينشرون على مم. مساله القيم الانسانيه طلعت في وقت الازمه كل شيء ماكو <applause> كلها سكتت وصارت منصاتها تخاف تستخدمها ولا بوست واحد. بالضبط يعني هذا الشيء اللي احنا جينا عليه. زين هذا بما يخص الجهات الحكوميه والفرز بين المدونين، اليوم المنصات نفسها ايش قد جاي تقيد وتاثر على المؤثر الحقيقي والمدون الحقيقي؟ المنصات مثل ما نعرف منصات هي تابعه لجهات ومؤسسات ودول نعم هاي تبقى مم. على المؤثر نفسه مم. يعني المؤثر لما تجي منصه تقول له انا ابي اشتغل وياك لازم يخلي شروطه هو يقول يابا انا عندي معايير ملتزم بيها ما اسيء ما اغلط ما اتكلم بامور اليوم يعني مجتمعنا احنا محتقن ترى مم. وللاسف هي هاي المنصات تستغل هذه النقاط مم. يعني مع كل الاسف يعني طب مو كل احنا اكيد لا اكيد كله. بس بس انا عن تجربتي انا من 2020 تقريبا زي 2021 زي. زي. قدمت لي عروض من قنوات فضائيه ومن منصات انا بالاخير انا حر ما اريد اروح اشتري، هواي رفضت رفضت لحد ما جتني فرصه مناسبه لاحدى المنصات شفت انه فعلا اعطتني الحريه اعطتني المساحه مم. انطلقت بها فهاي تعتمد على المؤثر نفسه طيب. وصانع مم. المحتوى نفسه مم. هل ينقاد الى الامور الماديه ام ام لا يقول لك انا بالنسبه لي عندي الهدف اللي اللي امشي عليه وانا ماشي بهذا كل يوم اللي يحاول يستغل المؤثرين بهذا المجال طبعا انا قلت لك انا شفتها في فتره احد رؤساء الوزراء زين يعني م. هو كان شغله هو هو شغله اعلامي يعني شغل اعلامي بالضبط فجاني طيب فريق من عنده اتصل تواصلوا وياي يعني للامانه فوش. انه تعالوا ويانا وكذا وكذا ولك الدعم استوديو و أيه؟ آه لكن احنا عندنا انه يعني تقريبا بهاي اللغه قالوا لي قالوا لي احنا عندنا الدوله آه الان تقو يعني يقودها السوشيال ميديا زين لذلك نريدك تكون مع نفس الدوله قلت له انا مع نفس الدوله لكن آه اذا اشوف شيء غلط مستحيل انه اسكت عليه لازم السلبي اقول هذا سلبي وإيجابي واسعى في اصلاحه من خلال نقد بناء طبعا والشيء الايجابي لا ابينه مهم. يبدو يعني. انه الكلام ما صرف ما فللاسف قطع يعني. التعامل فدائما دائما اكو هنالك جهات آه او تابعه لاحزاب تحاول انه تشتري ذمم المدونين من خلال مبالغ ماليه وبالاخير ينكشفون يعني زين حتما آه مدونين خارج اللي في الخارج الخارج شنو سالفتهم؟ يعني مدونين آه. خارج للامانه قسم كبير من عندهم زين آه جند جندوهم آه من قبل دول كبرى تجندوا هذا يعني, يعني وقفت على هذا الموضوع مم. وقسم لا احرار يعني لا وقفت على هذا الموضوع أيه وقفت تيقنت يعني اكيد اكيد مم. يعني انت لما المحتوى كان هو في منطقه مم. كان ينشر بصوره وديه يعني بصوره سوالف طبيعيه حياه يوميه مجرد انه انتقل الى دوله اخرى قام ينتقد الحكومه بشكل قلت لك انا انتقد الحكومه مم. لكن ضمن ضوابط ومعايير واكو تطرف اكو سب وشتم وشتم على الحلوه مم. وعلى المره مم. فاكيد زين. يعني اتيقن انه مدوني الخارج خاصه في احدى الدول الكبرى اللي تقود العالم زين. آه لا لا هي تحاول انه تاثر عليك تفعل القوه الناعمه تشوف مدون مشهور مم. <applause> من داخل امريكا يقوم يتمرقص مثلا يرقص وكذا وهذا هو يريد يعكس راح يصير في التفاعل يا اي صار تفاعل هو يريد يعكس لك صوره زي. في اللاوعي، هو مم. يريد يخاطب هذا المسكين الموجود في الديوانيه او في الناصريه اللي يتابعها يقول لك ترى احنا بالخارج مرتاحين متونسين ومرتاحين وهذه حياتنا أي, اي بالضبط هي مم. هاي الفكره هو ما يقول لك مباشره من خلال يعني مم. تحركاته ورقص اكيد هو يوصل الرساله المبطنة اللي قلنا عليها باللاوعي هذا شنو اني؟ هذا يعني مو لله بالله يسوي هذا الشيء، زياني. لذلك انا اقفها فدائما اعلق اقول يا ابا ترى عندكم مشردين، عندكم أزم مخدرات، ازمه اقتصاديه، مخدرات،, مخدرات. مشاكل امنيه، مه. مشاكل امنيه، هاي الفيديوهات اللي مه. تطلع عفوا عفوا انه وحده ما تعرف ابنها ابو ابنها منو يسوون بمحكمه، هاي الشغله مه. انا ما يعني واقف مه. عليها من مدة طويله. مه. فواجبي شنو؟ واجبي مه. انه ما ادعو المجتمع زياني. انه يهاجر. هو هاي دعوة للهجرة انه تعالوا مرتاحين تعالوا اكو ثانية انكم وكل ترى انت بلدك حلو بلدك زين. تاريخي حضاري مم. انت تحمل ارض قديم انت 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 هو مجرد انه حب وطنه مم. مجرد انه سعى اخذ بالاسباب طيب. خلاص مش الطريق اخذ مم. بأسباب النجاح راح تلاقي النجاح مم. انا من الناس وغيري وانت احنا ما ما جي جينا ولقينا نفسنا واقفين لا اكيد دخلنا دورات مم. مم. و تشتغل لازم على نفسك خبره حتى اذا مم. انا قاعد يوميا ساعه اباوع لتعلم اللغه الانجليزيه يوميا ساعه هاي بالسنه 360 65 ساعه بالضبط راح يتغير فشيء عندي شيء مجاني وبسيط فانت كل يوم حاول تكتسب لك شيء ومجرد انه هذا الشيء توافق مع حب الارض وحب مم. الوطن مم. اللي انت نشات به راح تقدر تنطلق جي. لذلك احنا ندعو الى صناعه الانسان اولا مم. في مم. في العراق وليس و... هدم هذا الانسان صناعه الانسان وبالتاكيد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم جزء من هذه الصناعه بضبط. تدخل بها وتاثر بها اكيد اكيد, أكيد. حكينا على المنصات خلي احكي اليوم على المواقع مم. او البرامج نفسها لما نحكي يوتيوب فيسبوك انستغرام، تيك توك مم. تويتر باعتبار او اكس باعتبار هذه المؤثره حاليا منصات الاشهر هذه حاليا تقيد المحتوى الجيد والمحتوى المؤثر المحتوى أه النوعي للامانه يعني أنا انصدمت مسألة فلسطين مم. يعني بعد ربما أغلب المدونين يدرون زي. وذكرتها أنا يعني قبل مدة في إحدى المهرجانات إنه مم. إحنا لما بدينا يعني ندعم فلسطين والقضية الفلسطينية مم. ونعرف الجيل الجديد اللي كل شيء ما يعرف عنها نقول مم. لهم يا إيش قضية وقضية محورية صح. وأساسية والبوصلة انحرفت باتجاه آخر مم. لازم لازم تعرف دورك اتجاه القضية القيود اللي انفرضت والإشعارات اللي وصلتنا شيء خطر جدا مم. يعني انا فقدت الانستغرام فقدتها يعني لا آه. رسميا خسرتها اللي كان بيه تقريبا 25 ألف أيه. لكن 1600 بوست كل بوست هو بحث تاريخي مم. خسرتها آه الفيسبوك خسرته اليوتيوب على شفا خسرته لغايه الان آه. يعني هذا كله بسبب انه احنا عندهم شركه ميتا وشركه اليوتيوب عندهم دعم الكيان الاسر... 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 الصهيوني اساسي مم. دعم مم. فلسطين لا من خلال خوارزميات تصيد الكلمه يعني انا اذا قلت مقاومه زين خلاص اجاني شعار لازم اقول مقاومه بس اشيلها يعني مثلا اشيل اخلي صوت على المقاومه علم فلسطين اذا اخليه الكوفيه زي. انا صدمت الكوفيه انا يعني حتى الكوفيه هاي هاي الكوفيه البسها واقدم الحلقه يمكن اذا انت شايفها زين شلت التزمت بكل المعايير بعدها تجيني بالاخير راسلتهم قلت لهم يابا انت تلبس شيخ مرتبط بالارهابيين يعني هي زي. اداره يوتيوب قالت لي اه إنه شي فاني <تكتشف> غيرت لونها ما قدرت اشيلها غيرت مم. لونها مشت الامور عندي بس قلت لك القناه ما تزال على حافه الهاويه <تكتشف> <تكتشف> مشكله هذه فنقدر نقول اليوم اكو توجه عالمي بالضبط مثلا استهداف القضيه الفلسطينيه لا شك غيرها من الثوابت اي لا لا مما لا شك فيه بان التوجه العالمي اللي تقوده الولايات المتحده قلت لك هي هالتطبيقات مالتهم يعني خلينا نكون واقعيين يعني هو دائما اني يسالوني يقولوا لي انت جاي تخوض بيوتيوب هي مالتهم زي اقول له عمي انا اذا مالتهم وجاي احاربهم بي لانه هي مالتهم موجهية علي هو هنا انا هنالنة هنالنة المهم انا استغل وأوجه عليهم حتى احاربهم بالضبط م -م. فهو مالتهم يعني م -م. ال ال الشركات العالميه اللي موجوده في الولايات المتحده وعندها افرع أفرح اخرى في العالم م -م -م. هاي جاي يعني هي جاي تحاربني ومتوجهة علي زين هذه تشمل حتى الكتابات هسه البعض ممكن يتصور انه فقط مقاطع الفيديو تشمل حتى الكتابات والنصوص أي طبعاً يعني إحنا إذا أردنا نكتب مثلاً فلسطين أو صهيونية كلمة الصهيونية ممنوعة, ممنوعة كلمة الصهيونية ممنوعة فنضطر نخلي صاد واندر على مود مد... مد... فهي مم. قيود قيود فرضت عليك احنا جايين نحاول انه نلتف من حولها بطريقه او باخرى وجاي ب... ننجح بالمقابل منه. الحمد لله وهذا النجاح يسجل المدونين والمؤثرين الحمد لله. ولك بشكل شخصي باعتبار هذا المحتوى الهادف نحتاجه اليوم ممنون كمدون ده. ومؤثر اليوم ايش مطلوب من عنده؟ المدونين المدون المؤثرين مطلوب من عنده انه يخلي الجيل والمجتمع امام عينه، احنا ما نريد نوقع بفتره ال 2014 نرجع لها. طيب. فتره ال 2014 كانت القنوات الفضائيه ومدونيها الفيسبوك هم اللي يقودون المجتمع مم. واحنا شفنا نتائجها مم. شفنا نزوح وشفنا شهداء ودماء أثرنا منها. تاثرنا بها ما حد يقدر ينشر هذا الشيء، لذلك قود المجتمع نصيحه الكل واحد الاموال مم. تجي وتروح. قود المجتمع الى بر الامان مم. يعني ان احنا اليوم عندنا اذا عشر مدونين أزل. كل واحد عنده قد 500 الف مليون ذول اذا جمعوا سوا وقدروا يقودون المجتمع مم. نحو جادة الصواب باعتقادي جيد. انه الجيل مالتنا راح ينهض خلال سنوات والموضوع الموضوع ابدا مو موضوع ارقام لا لا مو موضوع فعلا. ارقام يعني هو يفكر بالموضوع بهالطريقه يعني احنا نقول 500 ألف مليون شو راح شو اوصل شو راح كذا هي قرانيه يقول لك اكثرهم للحق كارهون وقليلا ما يؤمنون مم. يعني هي مم. مم. الاكثريه والاقليه ودائما الاكثريه مكاس. هي الاهم بالضبط الاقليه بالنوعيه ممكن توصل رسالتك وهدفك بشكل ادق هذا الشيء اللي, مم. اللي بفضل الله انا إلتمسته لكن مم. رغم هذا نقول لهم هلا هلا ببلدكم العراق هسه جايين هذا والتمسنا الامان بعد اكثر من 30 سنه الحمد امان ماكو الحمد لله زين احنا ليش ما نستغل هاي الفرصه حتى نصنع الانسان هذا هذا املنا ان شاء الله بكل اخواتنا واخوتنا إن المؤثرين انا اشكرك الاستاذ ماهر ابراهيم أيه. المؤثر وصاحب المحتوى شكرا جزيلا الجيد على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا جزيلا شكرا جزيلا اذا مثل ما ذكر استاذ ابراهيم بالتالي هي مسؤوليه الجميع مسؤوليتي يعني انا كشخص انه اختار شنو اشوف وشنو اتابع وبعدين تبقى مسؤوليه المؤثر ومسؤوليه الجهات الحكوميه انه تتابع المؤثرين وما ينشروه وما ينزلوه على مواقع التواصل الاجتماعي، مو كل فيديو اليوم رائج هو فيديو مؤثر ولازم اني اخذ من عنده معلومه واستفيد من عنده معلومه. البعض ممكن مدفوع لجهات خاصه او لجهات سياسية ويحاول انه يوصل في فكره معينه فبالتالي يستخدم هذه المنصات فبطريقه معينه يحاول يوصل رسالته المخفيه ورسالته السامه ممكن بها المجتمع. فبالتالي مثل ما ذكرنا هي مسؤوليه الجميع وان شاء الله نرتقي اكثر وان تتوفر الحمايه الكافيه للمؤثرين الجيدين والنخبويين واللي يقدمون محتوى مهم للمجتمع حتى يستمرون اكثر ويقدمون فائده اكثر للمجتمع فاصل وبعد نكمل شلون ممكن يتم حمايه المدونين والمؤثرين ضمن اطار قانوني وتوفير الأمان الرقمي لهم حتى يتمكن المدون والمؤثر وصاحب المحتوى أن يقدم محتوى أكثر جرأة وجودة. غفران حسن والتفاصيل. مرحبا. ويتصاعد التحديات الرقميه صارت الحاجه ضروريه لحمايه المدونين اصحاب المحتوى الايجابي وتعزيز الامان الرقمي للمدونين وايضا ضمان حقوقهم ضمن بيئه الكترونيه امنه ومستقره طبعا اكثر من 80% من المدونين تعرضوا لشكل من اشكال المضايقه الالكترونيه اما 50% منهم اجت التهديدات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والقوانين الحالية هي تعتبر غير كافية لحماية حقوق المدونين. تعالوا نتعرف إحنا وياكم على أهداف التشريع الجديد. هو تعريف واضح للمدونين وتحديد من يعتبر مدون وما هي حقوقه ومسؤولياته. أيضاً إنشاء قوانين تجرم التهديدات والمضايقات الإلكترونية ضد المدونين. وأيضاً تعزيز حرية التعبير وضمان بيئة تكون آمنة للمدونين لمشاركة آرائهم يكون دون خوف من الانتقام. بالاضافة الى تدريب المدونين من خلال برامج تكون توعوية وتدريب على كيفية حماية أنفسهم رقميا، وفي حالة تم تشريع هذا القانون راح يصير راح تقل نسبة التهديدات ويمكن للمدونين الشعور بأمان أكبر عند التعبير عن آرائهم، وراح يتم تعزيز المحتوى الرقمي ضمن بيئة تكون آمنة وأيضاً تحفز المدونين على إنتاج محتوى يكون أكثر. جرأة وجودة بالتالي هذا اللي نتمنى انه تتوفر بيئه مناسبه لكل المؤثرين والمدونين وصناع المحتوى بيئه مناسبه تمكنهم من تقديم محتوى جيد يخدم المجتمع بصوره حقيقيه نشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي في امان الله